أخبار اليوم. أنا الدكتور نبيل أحمد حلمي، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة وعضو مجلس الإدارة. هكلمنا النهاردة عن البروتوكول النهاردة. لا شك أن البروتوكول اليوم هو بين جمعية مصر الجديدة وبصفة خاصة مركز الحضارة والطفل في مصر الجديدة وبين بنك مصر، هذا لإنشاء مركز العلوم للتدريس أو لتجربة أو لاحتكاك الطفل بالعلوم المتعددة كالأحياء والكيمياء وغيرها لكي يتعلم أكثر بطريقة حضارية يستفيد منها ويفيد جيل المستقبل في مصر بعد هذا. هي متحفية تكميلية للتعليم العادي الذي يوجد سواء في المدارس أو في الجامعات، ونظرا لأن الجمعية تهتم أساسا بالجيل المستقبل وبالأطفال وبأبناء مصر، فإنها دخلت في هذه المنظومة وفي هذا البروتوكول لكي توفر للأطفال تفكير جيد ومختلف ومزيد من التعلم. هناك ثلاث مشاريع تقوم جمعية مصر الجديدة بالمشاركة فيها ولتنظيمها. المشروع الأول وهو نظافة مصر الجديدة، وذلك بالتنسيق بين محافظة القاهرة وبين حي مصر الجديدة وفي نفس الوقت أيضا مع الجمعيات الأهلية الأخرى لكي نتمكن من تنظيم عمل القمامة وتنظيف الشوارع بما يحقق الصحة العامة للمجتمع الذي نحن فيه. أيضا في مجال خدمة المجتمع والرعاية الاجتماعية وغيرها، فإننا نشارك بعض الجمعيات الأهلية في وشركة المياه واليونيسيف في الوصول إلى القرى الفقيرة جدا 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 والأكثر فخرا لتوصيل المياه النظيفة إليها لأنها لا تصل إليها، وهناك كثير من الاتصالات وجاري في خلال فترة قصيرة لأن نقوم بالعمل الجاد لتوصيل المياه لكثير من القرى الأكثر فقراً.